ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تحرص على تنفيذها القوات الأمنية، تقوم قيادة عمليات صلاح الدين بتطهير وتفتيش حول عظيم وبمحورين رئيسيين. إعلام وزارة الدفاع سيوثق هذه العملية، ابقوا معنا. اليوم على بركة الله انطلقت عملية بقطاعات الفرقة المدرعة التاسعة متمثلة باللواء المدرعة 34 ضمن منطقة وادي العظيم. حاليا نحن بالقرب من معبر الميتة، بدأت قطاعاتنا بتفتيش وتطهير هذه المنطقة، وإن شاء الله سوف يتم مد جسر على هذا المعبر للعبور بالجهة الثانية باتجاه منطقة العظيم. تم تطهير عدد من هذه المنطقة، أيضا تم العثور على مضافات وتم تفجيرها، أيضا عبوات هناك ايضا اليوم تم تفجيرها. العمليه مستمره الى ان يتم تنظيف وادي العظيم وسيطر عليه بالكامل. مستمرين في هذه التغطية مع أبطال قيادة عملية صلاح الدين في منطقة ميتة بالتحديد ضمن حاول عظيم. هذه إحدى المضافات التابعة لعصابات داعش الإرهابية اللي تم العثور عليها. هذه إحدى المضافات اللي تم العثور عليها من قبل الجهد الهندسي في منطقة الميتة ضمن حاول عظيم. إيش تحتوي هذه المضافة؟ تحتوي على أمتعتهم وأكيد فراشهم، وهنا هذا مواد خاصة بالتفجير اللي هي لترات الأمونيا، وطبعا هنا مخلين موجه إذا تطلع حسة لاحظة من برا، وراح نقوم بتفجيرها إن شاء الله. أبطال الجهد الهندسي اليوم يؤدون دور مهم في هذه العملية وكل عملية لا نصر بدون الجهد الهندسي. بدأت العملية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين اليوم بتجريف هذه المناطق وتفتيشها، وتم العثور على عدة عبوات ناسفة وكذلك مضافات للعدو تم تفجيرها من قبل قطاعاتنا وقطاعات الفرقة التاسعة
حاليا الجهد الهندسي باشر بعملية تجريف الأدغال والقصب والطرفة لغرض تنظيف ساحات الرمي وإعادة انفتاح القطاعات على حاول عظيم. حقيقة هاي العملية اشتركت بها قطاعات الجيش متمثلة بقيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات ديالة والفرقة المدرعة التاسعة بقطاعاتها المشتركة بالواجب، وأيضا أبطال الحشد الشعبي الموجودين ضمن قاطع ديالة وقاطع صلاح الدين. الغاية من العملية هي تدمير المضافات للعناصر الإرهابية الموجودة بهذه المنطقة. حاولت العناصر الإرهابية التواجد في منطقة حاول عظيم مستغلة القصب والتنوع البيئة وبعض الأحراش اللي موجودة وطبيعة المنطقة اللي موجودة. حاليا قطاعاتنا دمرت عدد من المضافات، أيضا هناك جهد هندسي كبير من جهد الجيش والحشد الشعبي لتجريف المناطق القصب والأحراش والنباتات الموجودة على ضفاف النهر، وأيضا هناك يعني ترتيبات لغرض إعادة ترميم جسر الميتة لتسهيل عملية الربط وانتقال قطاعات من قاطع صلاح الدين إلى قاطع ديالة. وتستمر تلك الجهود للقضاء على بقايا الإرهاب وملاذاتهم وفرض الأمن والاستقرار ضمن جميع قواطع العمليات من حاول عظيم ضمن قيادة عمليات صلاح الدين لإعلام وزارة الدفاع فائق العطواني.